السلام عليكم ورحمة الله، ومع فيديو جديد بعنوان الليفرز. في البداية خلينا نتكلم على الماشينز. الماشينز هي كل حاجة بنستخدمها في حياتنا عشان تخلي حياتنا more easier or to facilitate our life، زي على سبيل المثال الكارز والكمبيوتر والتولز اللي بنستخدمها، السكرو، أي حاجة بنستخدمها عشان تخلي حياتنا أسهل، وكانت حياتنا هتبقى أصعب لو ما كانتش موجودة. الماشينز بنقسمهم لحاجتين، الحاجة الأولى هي complex machine والحاجة التانية simple machine. الكومبلكس ماشين اللي هي بتحتاج تستخدم حاجات complicated أو حاجات complex things. الكومبلكس ماشين هي الحاجات اللي بتحتاج تستخدم كذا حاجة، أو بتحتاج تستخدم unit أو electricities. الكومبلكس ماشين هي عبارة عن الحاجات اللي بتحتاج إنها تستخدم electricity mainly، زي الكمبيوتر والكارز والحاجات اللي بنستخدمها في أيامنا العادية، الموبايل، أي حاجة من الحاجات دي. تاني حاجة simple machines، وهي الحاجات اللي mainly ما بتحتاجش electricity، بداية من ال inclined plane يعتبر simple machine، وهو اللي بيساعدنا إن احنا نطلع حاجة أو ننزل حاجة. تاني حاجة ال wedge، وهو عبارة عن two inclined plane زي التيث اللي عندنا، هما two inclined plane عشان يساعدونا ان احنا نكت اوف anything او نعمل اي حاجة بسناننا، او سواء tool لو هنستخدم tool بالشكل ده. والسكرو، الحاجات اللي بتبقى على شكل سكرو، المسامير العادية اللي بنستخدمها في حياتنا وفي جسمنا، زي الاتلانتو اكزيال جوينت اللي موجود ما بين الفقرة الأولى C1 وC2، اللي هي الأطلس والأكسس الاتنين، الأودنتويد بروسيس اللي طالع في الأكسس ده يعتبر زي السكرو. وعندنا الويل والأكسل. الويل والأكسل هو عبارة عن تو ويلز مربوطين بأكسل واحد، تمام؟ وهو ده مثال عليه الكارز اللي بنستخدمها. عندنا أي عربية لو بصينا عليها هنلاقي إن هي عبارة عن تو أكسل، والتو اكزل ماسك فيهم 4 ويلز. وعندنا البولي سيستم اللي هو نظام البكرة. واخر حاجة عندنا هي الليفرز، وهي موضوعنا النهاردة. يبقى الليفرز هو واحد من السيمبل ماشين، والماشينز هي الحاجات اللي بتخلي حياتنا ايزير وبنستخدمها في حياتنا، اصبحت حاجة اساسية في حياتنا حاليا. الليفرز او الماشينز عامه بنستخدمها عشان حاجه من اتنين، يا اما عشان نعمل فورس ماجنيفرز، يعني ماجنيفاي للفورس، يعني اعمل فورس قليله، وبحيث ان الاوتبوت بتاعي، الانبوت بتاعي يبقى فورس قليله تطلع لي اوتبوت عاليه جدا، زي على سبيل المثال قدامنا اللي هو الكار جاك ده، عشان ارفع العربيه بستخدم جاست اني بستخدم ايدي واقعد انزل الارم دوت، والاقي الكار اترفعت معايا، مع ان وزن الكار ممكن يوصل لاطنان او يوصل لالاف لمئات الكيلوهات. والحاجه التانيه ممكن يكون موفمنت او سبيد ماجنيفايرز او ماجنيفاي، اني عايز عشان استخدم سبيد زي التراش، باجي اعمل بكل بساطه لو عملت هنا هلاقي انها تتفتح مره واحده صادن، يبقى ممكن استخدم عشان فورس او عشان سبيد. هي دي الاستخدام بتاع الماشينز. خلينا في توبيك النهارده اللي هو الليفرز. اول من اطلق لفظ الليفرز هو ارشميدس، وطبعا كان من احد الاكتشافات العظيمه اللي اكتشفها ارشميدس، واللي كان ليه مقوله مشهوره جدا بتقول give me a lever long enough and a fulcrum on which to place it and I shall move the world. ومعنى الكلمه دي ان لو كان الليفرز دي اكتشفوها من قبل كده، او ان الليفرز دي هي اللي اتبنى عليها كل اساس الماشينز اللي احنا بنستخدمها فعليا، المصطلح ده نقدر نقول عليه ان هو accurate 100%، وان هو صحيح جدا، وان الليفرز هي حاجة اساسية من حياتنا. الليفرز هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن ال definition بتاعها، هي عبارة عن long rigid object، تمام، او bar، وبيبقى البار دوت موجود في fulcrum
او بيفوت او اكسس بيلف حواليه البار، وبيبقى في جزء فيه ريزيستنس او اللود اللي انا عايز اشيله، والجزء الثاني انا بعمل الايفورت بتاعه. وطبعا ده بنشوفه في حياتنا اليوميه في حاجات كتير. لو عايزين نستخدم، هناخد امثله كتير دلوقتي ان شاء الله. لو بنستخدم الايفورت بتاعنا في ناحيه واللود في الناحيه الثانيه، وفي النص في بوينت بحيث ان الايفورت ده يتحول للود، وبحيث ان انا اعرف اشيل اللود دوت. هو ده المصطلح بتاع ارشميدس، او الاكتشاف العظيم اللي اكتشفه ارشميدس واللي ماشيين عليه لغايه دلوقتي. الديفينيشن بتاع الليفر هي عباره عن سيمبل ماشين، طبعا كان بيوز تو ريديوس الايفورت. يعني انا عايز اعمل effort في الناحية دي يشيل اللود دوت، هنعرف ايه الحاجات اللي ممكن نستخدمها بحيث نقلل الايفورت دوت قدر المستطاع، ونشيل اكبر لود نقدر نشيله. وهو ده اللي بيميز الليفر سيستم. الليفر سيستم او الليفر كومبوننت المكونة للليفر سيستم هي عبارة عن ايه؟ اول حاجة هنيجي نبص، دايما هنلاقي الرسمة المشهورة قدامنا، هنلاقي في النص في فالكرون، تمام، اللي هو المحور اللي هيحصل حواليه روتيشن الناحية دي، أو روتيشن الناحية دي النقطة اللي في النص اللي ما بين الاتنين، مش شرط تكون في النص ولكن هي نقطة الحركة ما بين الاتنين دي، بنقول عليها فالكرام أو أكسس، أو بنقول عليها إنها البيفوت بوينت، تمام. وفي ناحية بيبقى فيها الانبوت اللي هو عبارة عن الفورس اللي أنا هعملها، او بيتقال عليه احيانا مصطلح effort، بيبقى في ناحيه، والناحيه التانية اللود اللي هشيله او الريزيستنس اللي بتقاوم الايفورت اللي انا بعمله، تمام. المسافه ما بين الفالكرام والايفورت اللي هي باللون الاخضر دي بنسميها resistance arm او effort arm، والمسافه ما بين الفالكرام والفورس اللي انا عاملها بتسمى force arm او effort arm، تمام. يعني على سبيل المثال لو انا جيت الرسمة دي اللي قدامنا، فهنلاقي ان في الاكسس اهو الفالكرام بتاعي، وفي ناحية فيها التشايلد اللي على اليمين والتشايلد اللي على الشمال في الناحية التانية، والاتنين واقفين. لو كان الاتنين وزنهم زي بعض كانوا هيبقوا في مرحلة بالانسد بالشكل دوت، مفيش واحد هيغلب التاني لان المسافة ثابتة في كل حاجة. مسافة ما بين هنا لهنا دي اللي قلنا عليها resistance arm، والناحية التانية اللي سميناها في الرسمة الاولى هي ال effort arm. طيب في جسمنا ده بيمثل بايه؟ في جسمنا الحاجة اللي بتعمل الفورس عندنا هي ايه؟ هي المسل. فيبقى الفورس او ال effort هي المسل، تمام. والحاجة اللي بيحصل حواليها rotation هي مين؟ هي الفالكرام اللي هي الجوينت اللي بيحصل حواليه روتيشن، والريزيستنس هو الويت بتاع الجرافتي اللي بتسحب منه الفور ارم. مثلا على سبيل المثال لو احنا بنتكلم على البايسبس والالبو جوينت، يبقى الفور ارم والريست بيتشالوا الاثنين بالبايسبس، تمام. ولو شايل وزن في ايدي يبقى برضه البايسبس هتسحب معاه، يبقى الوزن اللي انا شايله بالاضافه لوزن السيجمنت كله اللي بتسحبه الجرافتي لتحت، ده كله على بعض يسمى الريزيستنس او اللود. الفورس اللي هتعملها البايسبس هي الايفورت او الفورس، والفالكرام او الاكسس هو الالبو جوينت. طبعا لو كان كم ريزيستنس عالي جدا يبقى ساعتها هتتحرك الايد في الاتجاه لتحت، البايسبس مش هتعرف تعمل كونتراكشن، وساعتها يبقى حصل دوران او مومنت او عزم في اتجاه الكلوك وايز دايركشن، معناه ان هو هيحصل في الاتجاه دوت، وساعتها ما بتقدرش المسل، معناه ان المسل بقت ما قدرتش تعمل مومنت يعمل في الاتجاه المعاكس اللي هو بنسميه انتي كلوك وايز مومنت. يبقى المومنت اللي هتعمله المسل هيبقى انتي كلوك وايز مومنت، والمومنت اللي هتعمله او التورك اللي هتعمله الريزيستنس ده بنسميه تورك او كلوك وايز تورك. لو الاثنين متساويين يبقى الماسل هتبقى في وضع، او السيجمنت هيبقى متاخد في الوضع ده اللي هو وضع الثبات، في وضع استاتيك، ما فيش اي حركه هتبقى لفوق ولا حركه لتحت، تمام. طيب يبقى احنا من الكلام اللي قلناه ده عرفنا يعني ايه مومنت. مومنت هو عباره عن كم ريزيستنس اللي هو مقدار ريزيستنس في ريزيستنس ارم، هو ده المومنت اللي هو اللي قلنا عليه كلوك وايز مومنت.
والانتي كلوك وايز مومنت اللي هو كم الفورس الجنريتد باي ذا ماسل اللي هو الايفورت او الفورس في الايفورت ارم، هو دوت الكاونتر كلوك وايز مومنت او كلوك وايز تورك. تمام. طيب في جسمنا برضو عشان ننبه، في جسمنا احنا قلنا الماسل هي الايفورت او اللود. طب الايفورت ارم ايه هو؟ هو المسافه ما بين الانسيرشن او البربنديكولار ديستانس ما بين الانسيرشن وما بين الاكسس اللي هو البو جوينت، اللي هو عندنا على الرسمه هو 2.75 اللي هو قدامنا او 75 عفوا، واللي هو 2.75 سنتي، والمسافة ما بين ال والريزستنس ارم هي المسافة ما بين السي او جي بتاع السيجمنت ده. وطبعا احنا عرفنا ازاي نحدد السي او جي، بقيس السيجمنت واضرب 4 على 7 وبناء عليه اقيس من الديستال بارت وحددت، يبقى هي دي البوينت من البوينت دي لغاية السيجمنت بتاعنا اللي هو سوري لغاية الفالكون بتاعنا اللي هو الالبو جوينت، يبقى هي دي المسافة بتاعت ايه؟ بتاعة الفالكم لو هو مش شايل حاجة. طب لو شايل حاجة، اللي شايل حاجة برضه دي هيبقى ليها effort arm تاني بيتضاف عليه برضه في الحسابات بتاعتنا عشان نحسب المومنت بتاع الويت والمومنت بتاع السيجمنت نفسه بالإضافة للويت، دول في جنب، والجنب التاني بيبقى فيه المومنت بتاع المصل. هو ده قدامنا، عندنا الايفورت هي الماسل والريزيستنس هو الويت بتاع السيجمنت والويت اللي انا شايله لو شايل ويت، واخر حاجه الفالكروم اللي هو الجوينت اللي انا بستخدمه اللي بيحصل حواليه الحركه. وعرفنا يعني ايه تورك، اللي قلنا باختصار التورك هو عباره عن الفورس سواء كانت الريزيستنس او الفورس نفسها في الارم بتاعها الايفورت ارم او في الريزيستنس ارم بتاعتها. عندنا مثال تاني، لو بصينا قدامنا وبصينا للوضع اللي قدامنا ده هنلاقي ان الصوره اللي قدامنا التو فورسز قد بعض، وبناء عليه مفيش كفه راجحه عن الكفه التانيه. فاللي نفهمه من الصوره اللي قدامنا ان الويت ده غالبا قد الويت ده لان المسافه دي قد بعض، صح ولا لا؟ اه صح، لان المومنت اللي هيتعمل في الناحيه دي او الدوران اللي هيتعمل في الناحيه دي قد الدوران اللي هيتعمل في الناحيه دي، فبناء عليه مش هيحصل دوران خالص وهيبقى الكفتين ثابتين. يعني الكلوكوايز مومنت قد الانتي كلوكوايز مومنت، فبناء عليه مش هيحصل اي مومنت. تمام. طيب لو جينا بصينا عشان نخلي كفه من الكفات ترجح، عندنا حاجه من اتنين، يا اما نزود نمبر او نزود الويت بتاع الكور في ناحيه زي ما بيحصل لو احنا بنلعب في اللعبه دي وكلنا لعبنا بيها، فبنلاقي نفسنا بنضغط جامد الناحيه دي، يبقى كم الفورس الناحيه دي زاد عن كم الفورس الناحيه دي، فبناء عليه بما ان المسافه ثابته وكم الفورس زاد في الناحيه دي يبقى التورك في الناحيه دي هيبقى اعلى من التورك في الناحيه دي، فبناء عليه الحركه هتحصل في الناحيه دي. تمام. او ممكن احرك الفالكروم اجيبه الناحيه اكتر من ناحيه. طيب لو حركنا الفالكروم وجبنا الفالكروم الناحيه دي، تمام، بناء على حركه الفالكروم الناحيه دي، فيبقى مثلا لو الويت ده 10 كيلو و10 كيلو او خلينا نقول 10 نيوتن والويت ده 2 نيوتن، تمام، مقدار المسافة دي لو هي 1 سنتي يبقى المومنت اللي بيحصل الناحية دي 10 في 1 يبقى 10 نيوتن. تمام. طبعا نيوتن بالمتر. ولو جينا حسبنا الناحية التانية وقلنا ان دول اتنين ان الويت دوت 2 نيوتن، تمام، والمسافة دي عبارة عن 5 سنتي، يبقى 2 في 5 10 نيوتن، يبقى هيحصل بالمتر، هيحصل 10 نيوتن بالمتر الناحية دي مومنت كلوك وايز و10 متر الناحية دي مومنت، فبناء عليها نوصل لمرحلة ستابيليتي. مع ان الويت ده قليل جدا ولكن الحركة ان احنا بعدنا الفالكروم طولنا الديستانس، الريزيستانس ارم زادت بتاعت الناحية دي، بناء عليه بقت اعلى من الريزيستانس ارم اللي في الناحية التانية او اعلى من الفورس او الايفورت ارم بتاعت الناحية التانية، بناء عليه بقت الاختلاف ما بين الاتنين دولت ادى ان التساوي حصل. لكن لو كان في النص كان بلا شك الريزيستانس كان هيحصل ان الريزيستانس ارم
اتنين في الفورس نفسه كان هيحصل المومنت اللي هيحصل الكاونتر كلوك وايز مومنت كان هيبقى اعلى من الكلوك وايز مومنت، وكان بناء عليه كانت الحركه هتحصل في الدايركشن ده. طيب نيجي لشويه ترمينولوجي المفروض نكون عارفينهم. في البدايه الفورسز، احنا قلنا الفورسز ممكن تقسم، يبقى عندنا انبوت فورس واوتبوت فورس. الانبوت فورس هي الايفورت اللي انا بحطها، والاوتبوت فورس هي الريزلت اللي من الانبوت اللي انا عملتها. تمام. بعد كده يعني في علاقه ما بين الانبوت فورس والاوتبوت فورس، صح؟ ومن هنا نشأ مصطلح ميكانيكال ادفانتج، اللي هو اقيم الماشين بتاعتي بناء على ايه؟ بناء على الميكانيكال ادفانتج بتاعها. كل ما كان كم الانبوت فورس اللي انا مدخله قليل واعطاني اوتبوت فورس عاليه، كل ما كان المكنه دي الميكانيكال ادفانتج بتاعها عالي. تمام. وده بيقيسوه ازاي؟ بييجوا يحسبوا الفورس اوت او الاوتبوت فورس ويقسموها على الفورس ان. لو طلع اكبر من واحد يبقى ده الميكانيكال ادفانتج بتاعته عاليه، لو طلع اقل من واحد يبقى معناه الميكانيكال ادفانتج بتاعته قليله، وده معناه ده البسط وده المقام. فكل ما عالي البسط اكيد الميكانيكال ادفانتج هتعلى، وكل ما عالي المقام كل ما كان الميكانيكال ادفانتج هتقل. تمام. او ممكن نحسبه بطريقه تانية عن طريق المومنت ارم، ان انا احسب المومنت ارم بتاع الناحيه دي والمومنت ارم بتاع الناحيه دي واقسم الاثنين. كل ما كان المومنت ارم بتاع الايفورت عالي، كل ما احتاجت فورس قليله عشان اشيل ويت عالي او عشان اشيل ريزيستنس عالي، زي المثال اللي قدامنا دلوقتي ده. كده الميكانيكال ادفانتج عاليه جدا، لكن كده الميكانيكال ادفانتج ما كانش فيه ميكانيكال ادفانتج، لان الانبوت فورس مش قادر تعمل اوتبوت فورس او مش قادر تطلع اوتبوت فورس عالي. ولكن ان احنا حركنا وخلينا المومنت ارم عالي بتاع الايفورت، بناء عليه بقى الميكانيكال ادفانتج عالي. يبقى عشان ما نتلخبطش نيجي للمومنت الميكانيكال ادفانتج، ممكن يتقاس بطريقتين او يتحسب بطريقتين، يا اما اقيس الاوت فورس الفورس اوت على الفورس ان، يا اما الايفورت او الفورس مومنت ارم على الاوت او الريزيستنس مومنت ارم. تمام. يبقى مره بيبقى الايفورت في المقام، ومرة بيبقى الإيفورت في البسط، على حسب لو كان مومنت ارم يبقى في البسط، لو كان فورس كفورس تبقى في المقام. بعد كده الديفينيشن الثالث اللي هو الورك. الورك هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن موفمنت اللي بتحصل للأوبجكت نتيجة الفورس اللي ابلايد عليه، ودي بتتحسب بان احنا بنحسب الفورس في الديستانس. واخر حاجة عندنا الباور. الباور هو عبارة عن الريت at which work is done. دايما اذا سمعنا كلمة ريت معناها ان احنا بنقسم على تايم، يبقى هو الورك على التايم، هو ده الباور وبيتقاس بالوات. تمام. طيب ندخل بقى للجزء الاساسي اللي هو الليفر كلاسيفيكيشن. احنا عندنا في ثلاث انواع من الليفرز في الدنيا كلها. النوع الاولاني اسمه فيرست كلاس ليفر، والنوع الثاني سكند كلاس ليفر، والنوع الثالث ثيرد كلاس ليفر. النوعين اللي في الاول الهدف منهم فورس جينيريشن او امبليفيكيشن، النوع الثالث هو سبيد امبليفيكيشن او الهدف منه هو السبيد. تمام. طيب ايه الفرق بين الثلاثه؟ هو الفرق مين اللي هيبقى في النص. هل اللي هيبقى في النص هو الفالكرم، ولا هل اللي هيبقى في النص هو ريزيستنس، ولا هل اللي هيبقى في النص هو الايفورت؟ وبناء عليه الناحيتين التانيين بيبقى موجود فيه الحاجتين التانيين. يعني على سبيل المثال الفالكرم اهو في النص، يبقى ده على طول كلاس 1. الريزيستنس في النص يبقى ده كلاس 2، الايفورت في النص يبقى ده كلاس 3. ايا كان بقى المصطلحات ممكن تختلف، ممكن الايفورت يتقال عليه لود، تمام، او يتقال عليه فورس. تمام. ممكن الفالكرم يتقال عليه اكسس، ممكن اللود يتقال عليه ريزيستنس عادي. تمام. يبقى ايا كان المصطلح بمشي بالشكل ده، لو الفالكرم في النص يبقى واحد، لو ريزيستنس في النص يبقى اتنين، لو الايفورت في النص يبقى تلاتة. ممكن تعمل لها ابريفيشن تقول اف ار اي. تمام. حد عايز يحفظها باسلوب تاني يقول ار اي ار اف او اي ار اي ار، يبقى اكسس ريزيستنس افورت. طيب ناخد اكزامبلز. عندنا الفيرست كلاس زي ما قلنا، الفورس الفالكرم واللود، وعندنا السكند اللود هو اللي في النص،
والثيرد الفورس هو اللي في النص. وطبعا عارفين الافورت ارم او الفورس ارم هو ما بين الفورس لغاية الفالكرم، واللود ارم ما بين او الريزيستنس ارم ما بين اللود لغاية الفالكرم. نفس السيستم في كل حاجة، نفس الالوان، نفس كل حاجة، دايما الافورت هيبقى بالاحمر واللود هيبقى بالازرق. انا ليه حابب اوضح دوت؟ عشان نبص من خلال من بس جاست ان احنا باصين مين هنا الايفورت ارم، احنا مش هنتكلم عنه قوي، لكن لو جينا بصينا على الجزء دوت هنلاقي ان الريزيستنس ارم اهو والايفورت ارم عالي. مين فيهم الاعلى؟ الايفورت ارم اعلى. طيب لو الايفورت ارم اعلى، بناء عليه مين اللي هيبقى اعلى؟ ايفورت ارم عالي وريزيستنس ارم اقل، يبقى الميكانيكال ادفانتج هتبقى عاليه ولا لا؟ اه هتبقى عاليه الميكانيكال ادفانتج. تمام، يبقى دايما في كلاس 2 الميكانيكال ادفانتج اه هتبقى عاليه، وفي كلاس 3 هيبقى الايفورت ارم اصغر من الريزيستنس ارم، فبناء عليه الميكانيكال ادفانتج هتبقى قليله، وهو ده اللي بيحصل فعلا، ان الثيرد هو الميكانيكال ادفانتج بتاعته بتبقى اقل دايما، لكن السكند بيبقى الميكانيكال ادفانتج اعلى، والفيرست ممكن ميكانيكال ادفانتج تبقى اعلى لو حركنا الفالكروم، حركناه على قد ما نقدر في الناحيه دي، وهو ده اللي احنا بنعمله اول ما بنيجي نشيل ويت او حاجه، بنلاقي نفسنا بنحط الويت ونحط تحته حاجه ويبقى الفالكروم اهو، واجي اضغط من هنا فابعد نقطه اقدر عليها اضغط بحيث ان الجزء ده يتحرك، وهو ده اللي بيحصل عندنا عشان نعمل ميكانيكال ادفانتج عاليه. الميكانيكال ادفانتج بتاعتنا هنا دايما هتبقى عالية، عشان كده قلنا الهدف من فيرست كلاس انه يعمل فورس، وسكند كلاس انه يعمل فورس، لكن الثيرد كلاس بما ان المومنت ارم بتاع الفورس قليل يبقى الهدف منها انها تعمل حاجة بسرعة، اعمل حاجة سريع جدا بحيث ان احرك الحاجة حوالين الاكسس بسرعة جدا باسرع حاجة، وهو ده اكتر نوع موجود في جسمنا هو الثيرد كلاس، عشان الهدف من جسمنا ان احنا نحركه بسرعة، وليس الهدف ان احنا نعمل جنريشن لفورس باكبر كم فورس. تمام، طيب الاكزامبلز عندنا الفيرست كلاس زي السيسو، او السيسو اللي هو اللعبة اللي هي بتبقى الاثنين قاعدين في ناحية، هو ده السيسو، وانا جايب المثال ده بس عشان اوضح حتة الايفورت ارم واللود ارم، واوضح ان احنا دايما في الفيس بنتعمد ان الايفورت ارم يبقى عالي عشان نعمل الهدف بتاعها اللي هو الفورس يبقى عالي. تمام، تاني حاجة عندنا السكند كلاس اللي هو الويل بارو، اللي هي العجلة اللي بيبقى متشال فيها ومحطوط فيها لود في النص. تالت مثال عندنا اللي هو الثيرد كلاس اللي هو الشوفل، اللي هو لو الجاروف اللي بنستخدم الجاروف احنا وبنعمل حاجة، الهدف منه ان احنا نعمل حاجة بسرعة. تمام، في اكزامبلز تانية اه عندنا لو استخدمنا البلايرز او الحاجات اللي بتقطع اي حاجة، نفس النظام هنلاقي اللود بيتحط في ناحية والفالكرام والافورت، يبقى مدام الفالكرام في النص يبقى على طول فيرست كلاس. عندنا النات كراكر اللي هي مكسرة المكسرات، بحط المكسرات في النص وآجي أضغط من ناحية والفالكرام من ناحية، يبقى اللود في النص، يبقى ده سكند كلاس. الثيرد كلاس زي التويزرز اللي هو الملقاط، بحط ريزيستنس بتبقى في الآخر والفالكرام في الأول، وفي النص إيدي اللي هو الصباعين اللي بعمل بيهم الفورس بتاعتي، يبقى دوت المثال على الثيرد كلاس. تمام، طيب أمثلة تاني، ممكن لو جبنا هامر وعايزين نشيل نيل أو نشيل مسمار، فبنيجي يبقى الفالكرام في النص والنيل في ناحية اللي هو ريزيستنس يعتبر، والإفورت من الناحية التانية. لو باجي أفتح بوتل، بفتح إزازة بالشكل دوت، بيبقى دايما الريزيستنس بتاعتي أهي والفالكرام فوق والفورس بتاعتي معمولة بإيدي، ولو باجي أشيل ستاب ريموفال أو بشيل اسمه الدبوس، فيبقى الدبوس هو ريزيستنس والفورس بتاعتي بصوابعي وفي الآخر الفالكرام بتاعي. عندنا أمثلة تاني، لو جينا استخدمنا السيزر اللي بنستخدمه، يبقى الفورس في ناحية والفالكرام في النص واللود بيتحط في الناحية التانية. لو جينا استخدمنا قطاعة الورق اللي هي البيبر كاتر، بنعمل الفورس من الناحية دي وبيبقى البيبر موجودة في النص والفالكرام في الأول خالص. لو جينا استخدمنا فيشنج رود أو سنارة، رود أو سنارة، بيبقى السنارة بتاعتنا بالشكل دوت، بنزلها السمكة هي اللود والفورس في النص والفالكرام في الأول خالص.
طيب جوه الجسم، لو عايزين نشوف أمثلة جوه الجسم، احنا اتفقنا ان دايما هيبقى الفورس بتاعتنا هي المسل، واللود هو الويت بتاع السيجمنت او السي او جي بتاع السيجمنت، وفي النص الفالكم او الفالكم عامة هو الجوينت. فلو جينا حركنا بصينا على رقبتنا احنا واقفين، الرقبة بتاعتنا وبصينا على الهيد، الهيد سي او جي بتاع الهيد اهو قدام مثلا، هو ده السي او جي بتاع الهيد، فالجرافت بتحاول تسحب لتحت، يبقى ده ريزيستنس. واللي بيحاول ما يخليش انها تتسحب لتحت الفورس اللي بتعملها الماسل، يبقى ده الايفورت. وفي النص هو ده الفالكرام، يبقى ده اكزامبل، ما دام فالكرام في النص يبقى ايه، فيرست كلاس ليفر. تمام. طيب لو جينا وقفنا على تواطيف صوابعنا، تمام، واحدة زي عاملة بلانت فليكشن أو واقفة زي بتوع الباليه، واقفين على تواطيف صوابعنا، يبقى الويت بتاع جسمنا، احنا خدنا ان اللاين اوف جرافتي دايما بيمشي قدام الانكل ب 5 سم، يعني الويت بتاعنا بيبقى دايما قدام الانكل ب 5 سم تقريبا. تمام. وانا بقف الفالكرم اللي بقف عليه، الفالكرم هو نقطة الحركة، انا بطلع وانزل على تواطيف صوابعي، يبقى الفالكرم هو تواطيف صوابعي. تمام. يبقى الفالكرم واللود، مين الماسل اللي بترفعني لفوق؟ الكاف ماسل، الانسيرشن بتاعها فين؟ في الكالكانيوس. يبقى لود، سوري، ايفورت، لود، بعد كده عندنا الفالكرام، يبقى دايما اللود في النص، يبقى ده سكند كلاس. ثيرد كلاس عندنا لو جينا بصينا على الالبو جوينت بالشكل ده، هنلاقي ان الالبو جوينت هو الفالكرام، والبايسبس في النص، واخر حاجه الويت بتاع السيجمنت ده اللي هو الجرافتي سي او جي بتاع الفور ار. يبقى احنا كده في النص هنلاقي الافورت، يبقى ثيرد كلاس. طيب ده بالظبط قدامنا اللي بيحصل في الرسمه اللي قدامنا، عشان تبقى الدنيا واضحه بالنسبه لنا، مكتوب ايه هو اللود وايه هو الفالكرام وايه هو الافورت على كل الرسمه، ممكن تبصوا عليها عشان الدنيا تبقى ايه، واضحة بالنسبة لنا. طيب ناخد مثال تاني، لو جينا بقينا بصينا على القلب برضه، بس المواد نبص على الترايسبس، هنلاقي ان الفالكرام بتاعنا او الاكسس هو القلب جوينت، الترايسبس البايسبس كانت قبل، لكن الترايسبس ورا، والافورت سوري واللود قدام، يبقى كده اللي بقى في النص مين؟ الاكسس او الفالكرام، يبقى ده بقى فيرست كلاس. لكن لو بنتكلم على البايسبس يبقى احنا كنا ثيرد كلاس. تمام. طيب لو جينا نبص على البوشنج اب، طبعا لو جينا ننزل نبص على، اعتبرنا ان احنا بننزل ونطلع على الجزء ده اللي هو على ايديا، بنزل واطلع على ايديا. تمام. يبقى ده الفالكرام، والويت بتاع الجزء دوت بس، انا ما بحسبش كل الجسم، يعني كل الجسم كنا هنلاقي الويت واقع في النص، ولكن الويت بتاع الجزء ده بس، انا عايز اركز كانه هو بيطلع وينزل على ايد واحده بس. تمام. يبقى هيبقى الويت او اللود في النص، والماسل اللي بتعمل الحركه دي او بتشتغل عليها هي الترايسبس، يبقى هي الايفورت في الاخر، يبقى اللي بقى في النص هو اللود، يبقى ده سكند اكزام سكند كلاس. اخر حاجه، لو انا باكل حاجه وحطيت الحاجه دي في بقي بالشكل دوت على طواطيف سناني، يبقى اللود عند طواطيف سناني، والجوينت اللي بيتحرك هو التي ام جي اللي هو التيمبو مانديبولار جوينت، هو جوينت ما بين المانديبول وما بين التيمبو والبون، هو اسمه التيمبو مانديبولا جوينت، هو ده اللي بفتح بيه بقي واقفل بقي. تمام. والماسل، الماسل بتاعه الماستيكيشن اللي هي الماسيتا، والماسلز الموجوده بتاعه الماستيكيشن في النص، فساعتها يبقى ما دام الايفورت في النص، يبقى دوت بيتقال عليه ثيرد كلاس اوف ليفر. طيب نيجي بقى لجزئيه مهمه جدا، هي لو احنا عايزين نحسب الايفورت اللي احنا محتاجينه عشان نمنتين بوزيشن زي البوزيشن ده، هل نعرف نحسبه ولا لا؟ اه نعرف نحسبه لو في الحاجات اللي احنا محتاجينها في الحساب بتاعنا. طيب خلينا نكون متفقين على حاجة، هو الوضع اللي واخده الصورة اللي قدامنا دي وضع ايه؟ وضع فليكشن. فليكشن فين؟ في الني جوينت. يبقى احنا عارفين كده الفالكرم بتاعنا هو الني جوينت. تاني حاجة هو واخد وضع فليكشن، فعرفنا الماسل اللي شغالة هي الهامسترنج، يبقى هي الافورت. فاضل عندنا اللود هو ايه؟ السيجمنت اللي متشال ده كله، سي او جي بتاع السيجمنت اللي متشال، بالاضافه ان في ويت محطوط في رجله، يبقى برضه السي او جي الريزيستنس كمان، الجزء الريزيستنس اللي محطوط. فيبقى احنا عندنا التو الويت بتاعنا بتاع الليج بالاضافه للويت اللي محطوط في الرجل، الاثنين دولت الجرافت بتسحبهم لتحت، بيتاخدوا في كلوك وايز مومنت، بيعملوا كلوك وايز مومنت، عايزين ياخدوا الرجل لتحت،
ولكن اللي بيعكسهم هو الهامسترنج، انها عايزه تاخد رجل لفوق في انتي كلوك وايز مومنت. فبناء عليه لو انا عايز اخلي رجل في الوضع ده في وضع الثبات، فلازم المومنت الجنريتد باي ذا هامسترنج يبقى ايكوال للتو مومنتس دول. طيب كده اعرف احسب الكلام ده، اعرف احسبه لو انا معايا المسافات. فانا معايا المسافه بتاعه الانسيرشن بتاعه الهامسترنج، من الانسيرشن بتاع الهامسترنج لغايه الفالكروم، المسافه اللي هي قدامنا دي اللي هي 3 من 100 من متر، والمسافه ما بين السي او جي بتاع الليج حسبناه ولقينا المسافه ما بينه والفالكروم لقيناها 15 من 100 متر، والمسافه ما بين الويت والفالكروم حوالي نص متر حسبناه. فيبقى عندنا كده كل المسافات، وقال لك ان الويت بتاع الليج حسبناه لقيناه 40 نيوتن، والويت اللي قدامنا دوت حسبناه لقيناه 30 نيوتن. هل نعرف نطلع الفورس اللي required by الهامسترنج عشان نحسب الفورس بتاعت الهامسترنج عشان نمنتين البوزيشن ده؟ اه نعرف نعملها، وهي كالتالي. نيجي نحسب، احنا قلنا عشان يبقى في وضع static من غير اي حاجة، من غير ما يحصل لا مومنت لفوق ولا مومنت لتحت، يبقى لازم ال two moments equal to each other. يبقى الهامسترنج مومنت equal للسيجمنت مومنت والويت مومنت اللي بيتعملوا الاثنين. طيب احنا عارفين ان المومنت هو عبارة عن فورس في مومنت ارم، يبقى كم الفورس الجنريتد بالماسل في المومنت ارم بتاع الماسل، تمام، يساوي كم الفورس ديت اللي هي بتاعة السي او جي الويت نفسه في المومنت بتاع الويت اللي هو 15 من 100 من متر، والويت التاني اللي هو 30 نيوتن في نص متر. طيب هل اعرف اجيب المجهول ده؟ بكل بساطه اعرف اجيبه في الاخر خالص، اعرف ان انا محتاج 700 نيوتن باي ذا هامسترنج عشان مينتين البوزيشن ده. طب لو الهامسترنج عمل 800 نيوتن، ساعتها يبقى هيحصل مومنت في الاتجاه العكسي، وهتتاخد كاونتر او انتي كلوك وايز مومنت، تمام، او كاونتر كلوك وايز مومنت وكلوك وايز مومنت في الناحيه الثانيه هيبقى اقل منه، فبناء عليه الانتي كلوك وايز هيبقى اعلى، فالرجل هتتاخد في فليكشن. البولي سيستم، البولي سيستم ده تاني نوع من انواع الماشينز اللي محتاجين نتكلم عنها النهارده. عندنا البولي سيستم هو عباره عن ان الويت بيبقى في ناحيه، وباجي اعمل زي سيركلر شيب بالشكل دوت، ويبقى فيه روب، روب اللي هو حبل بيبقى ماشي في سيركلر شيب، حاجة سيركلر كده، وبيبقى الناحية التانية هي الفورس. الهدف الرئيسي منه هو تشينج الدايركشن. أكتر مثال بنستخدم فيه البولي سيستم هو السبت اللي بنستخدمه في بيتنا من أول ما اتولدنا، بننزل السبت ونطلع السبت بالشكل ده، تمام. البولي سيستم عندنا 3 types of بولي سيستم. النوع الأولاني fixed بولي، ودي عبارة عن حاجة ثابتة أو ثابت، وكل اللي بعمله إن الحبل فيه حاجة ويت الناحية دي وبحاول أسحب الويت، يبقى هو هدفه بس الفيكسد بولي إنه يتشينج الدايركشن. أنا بسحب لتحت والويت بيطلع لفوق، بسحب لتحت والويت بيطلع لفوق، يبقى تشينج الدايركشن. زي بالظبط لو بجيب مية من بير أو بجيب حاجة بالثبت أو أيا كان. تاني نوع عندنا الموفابل بولي، وده عبارة عن كلاس 2 ليفر سيستم. طبعا احنا كنا قلنا كلاس 2 مين اللي موجود في النص؟ هو ريزيستنس. هو بالظبط كده الافورت اللي انا بسحب الناحيه دي، والويت اهو والفالكروم في الاول خالص، فيعتبر ده بالظبط هو دوت ايه الموفابل بولي سيستم. طبعا الموفابل بولي سيستم افضل في الميكانيكال ادفانتج بتاعته. ليه؟ لان لو انا عندي الويت ده مثلا 100 نيوتن، ففي 50 متشالين على الحبل ده و50 على الحبل ده، يبقى انا محتاج عشان اشيل ويت قدره 100 نيوتن محتاج اعمل بس ايفورت 50 نيوتن، فهشيل الويت كله، فكده يبقى عملت 50 نيوتن عشان اشيل 100 نيوتن، يبقى ميكانيكال ادفانتج عاليه. لكن في الفيكسد انا 100 نيوتن عشان اشيلهم محتاج 100 نيوتن تانيين، فالفيكسد ميكانيكال ادفانتج بتاعته اقل من الموفابل. في كومباوند ده بيعتبر فيكسد وموفابل، فيكسد اهم وموفابل في الناحية التانية، يعني فيكسد فوق وموفابل بالشكل ده. الأمثلة اللي موجودة في جسمنا وهو ده المهم عندنا، أول مثال وأسهل مثال هو الباتيلا عندنا والكوادريسبس تندون. الكوادريسبس بتسحب، تمام، والبولي سيستم على الباتيلا، ويبدأ يحصل الحركة اللي بنشوفها
قدامنا. طبعا وجود الباتيلا ليه فوائد كتير هنعرفها بالتفصيل فيما بعد ان شاء الله، ولكن الهدف انها عملت تشينج للدايركشن، بقى في تشينج للدايركشن اوف بولي، او تشينج للدايركشن بتاع البولي اللي بيحصل بالشكل ده، ان انا انسحبت كده والرجل تطلع لقدام. تمام، ده الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه هي اللاترال ماليولاس، او سوري اللاترال ماليولاس البونياس لونجاس ماسل، ان البونياس لونجاس ماسل بتلف حوالين اللاترال ماليولاس وتلف الناحيه الثانيه، وبناء عليه يحصل البولي سيستم بتاعنا. هم دول الاكزامبلز الشهيرين الموجود في جسمنا. اخر حاجه نختم بيها هي الويلز والاكسل. والويلز والاكسل هي عباره عن تو سيركولار اوبجكت، وبيبقى في النص في سلندر اوبجكت، اسطوانه في النص وحواليها حاجتين مدورين بيبقوا متوصلين بالاسطوانه عادي. لو حركت الاسطوانه تتحرك الويلز، ولو حركت الويلز ممكن تتحرك الاسطوانه، الاثنين بيؤدوا لبعض. اشهر مثال عندنا هي الاوكر اللي بتبقى موجوده في الباب اللي بنفتح بيها الابواب، سواء كده او كده. الاكزل اهو، والويل سواء كان كلوك وايز او كاونتر كلوك وايز، او السكرو درايف اللي هو لو المفك عامه. تمام، احنا عندنا في تو تايبس، يا اما يبقى عندنا الفورس ابلايد للويلز ان احنا بنحرك الويلز وهي اللي تحرك الاكزل، يا اما بنحرك الاكزل وهو يحرك ايه الويلز. هو ده اللي بيحصل عندنا، الاكزل يحرك الويلز زي السيلينج فان، والويلز تحرك الاكزل زي الدور نوب. عندنا طبعا لو عايز احسب ميكانيكال ادفانتج بتاعهم، لو الويل هو اللي بيتحرك على الاكزل يبقى الراديوس بتاع الويل على الراديوس بتاع الاكزل، لو الاكزل هو اللي بيتحرك على الويل يبقى الراديوس بتاع الاكزل على الراديوس بتاع الويل. تمام، الاكزامبلز اللي موجوده في جسمنا، لو بصينا على الريب كيج بتاعنا والفيرتيبري، تمام، هنلاقي ان الفيرتيبري لو بيتحرك الريب كيج هو الويل والفيرتيبري هو الاكزل. او المثال التاني بتاعنا هو الهيومراس والفور ارم، الهيومراس بتتحرك على انها اكزل والفور ارم بيتحرك على انه ويل، فسواء كان بيتحرك الويل على الاكزل او الاكزل على الويل، في كل الحالات هما البولي سيستم كان زي سكند كلاس اوف ليفر، لكن الويل والاكزل زي الفيرست كلاس، لان احنا لو بصينا هنقول ان الاكزل والويل هنعتبر ان ده مثلا لود، او ده سوري الايفورت عملته على الاكزل، يبقى هيتحرك الويل كايفورت، يبقى بنعتبر ان الويل، وزي ما قلنا ان وزي ما قلنا ان الاكزل وزي ما قلنا ان البولي سيستم هو سكند كلاس اوف ليفر، الويل والاكزل هو فيرست كلاس اوف ليفر. لو اعتبرنا، لو بصينا على الاكزل واعتبرنا جينا نحرك الاكزل وعملنا ايفورت على الاكزل، يبقى الاكزل بقى هو الايفورت والويل بقت هي الريزيستنس، ولو حركنا الويل يبقى الويل هي الايفورت والاكزل هو الريزيستنس. في النص الفالكرم هو النقطة اللي ما بين الاكزل وما بين الويل، يبقى ساعتها ده يعتبر الفيرست كلاس، ما دام الفالكرم هو اللي في النص يبقى على طول فيرست كلاس. اخر حاجه حابب اقولها، عندنا في حاجات اسمها كومباوند ماشين، او ممكن حاجه تبقى كومباوند ماشين زي البايسكل، بيبقى فيها كذا سيمبل ماشين مع بعض. زي بالظبط هنبص، لو بصينا على الـ هنلاقي ان في سكرو، لو بصينا على الهاندل بير هنلاقي فيها ليفرز، لو بصينا على البريكس هنلاقي فيها ليفرز، لو بصينا على البدالز او البدلات بتاعتها هنلاقيها ان ليفرز، الويلز نفسها هنلاقي ويلز اند اكسل، لو بصينا على السبوكت كيت اللي هي الجنزير هنلاقي ان هو بولي سيستم، لو بصينا على الانكلينيشن ده هنلاقي انكلاين بلين. فكي في كذا حاجه مع بعض يتقال على ده كومباوند ماشين، يبقى الماشينز عندنا سيمبل و كومبلكس وكومباوند ماشين. وشكرا جزيلا.